استاذ عماد الخواجه رئيس نادي القناه، بنروح بحضرتك معانا، وعاوز اعرف بتتعاملوا ازاي في فتره الحظر يا فندم؟ الحظر احنا الحمد لله رب العالمين ملتزمين بقرارات الحظر اللي اتخذتها الدوله طبعا، لان احنا كمجلس اداره ويهمنا صحه اي كل لاعب وكل شخص في مصر، فاحنا التزمنا التزام كامل بقرارات الحظر اللي اتخذتها الدوله. ويمكن انت شايف حضرتك برضه ان كل الانشطه ويمكن النادي هو زي ما انت شايف حضرتك كل الانشطه معلقه، وما في التزام كامل بالقرارات اللي اتخذتها الدوله في الشان ده. متابعه اللاعبين برضه الحمد لله متابعين من خلال الكابتن تامر مصطفى وجميع المدربين، يعني في جميع الانشطه يعني بيتواصلين مع اللعيبه وبيحاولوا يعني حاطين جداول تدريبيه كده او يعني متابعين اللعيبه من خلال يعني برنامج معين او برامج معينه بيحطوها بيتابعوا بيها موضوع التدريبات اللياقه البدنيه، يعني ده اللي ممكن يتعمل دلوقتي. في تخفيض رواتب؟ لا، الحمد لله احنا ملتزمين بكل التزاماتنا تجاه كل لاعب وكل جهاز وكل فني وكل اداري وكل مدرب في النادي لغايه النهارده يمكن، والحمد لله يمكن ده دعم كبير من الفريق اسامه ربيع، ولولا ان دعم سيادته لينا في الفتره ديت احنا برضه ما كناش قدرنا نوفي كل الالتزامات ديت. الحمد لله قدرنا لغايه النهارده كل الاجهزه وكل اللي عاملين في القناه مستحقاتهم الحمد لله قدرنا نوفيها، وده فضل من ربنا كبير علينا الحمد لله. مع استكمال بطولة الدوري أم إيقافها؟ لا أنا طبعا مع إلغاء البطولة، لأن طبعا فترة الإيقاف فترة كبيرة، وعشان نرجع هتبقى محتاجة فترة إعداد تانية، وهتبقى فيه برضو بعض اللخبطة، وهتبقى فيه فرق يعني كانت ماشية كويس تعثرت وفرق تانية، يعني أمورها شايف من وجهة نظري الشخصية إن الأمور يبقى فيها تجميد ونبدأ استعدادنا للموسم الجديد. هل استغنيتوا عن لعيبة كنتوا ناويين؟ لا احنا طبعا ما احنا الوضع زي ما هو، احنا طبعا لغاية اللحظة ديت احنا ما نعرفش الوضع بإيه بالظبط، يعني احنا برضه لازم نبقى مترقبين قرار اللجنة الخماسية بخصوص الموضوع ده. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم، وانت طيب، شرفتونا يا فندم.